هاي احلى بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ايه فودة. الفيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن المسامات الواسعه. علشان تتخلصوا منها نهائي هنعمل 3 خطوات. ال3 خطوات دول هنخليهم ضمن الروتين الاساسي لازم يتعملوا، وهقول ايه اصلا الحاجات اللي بتخلي المسام يوسع، ودي هقولها في اخر الفيديو عشان ما اطولش عليكم للبنات اللي بتحب ان احنا نبتدي بسرعه. تمام كده؟ فيلا بينا نشوف اذا نقدر نخلص منها. ومعلش يا جماعه النيو لوك ده مش العادي بتاعنا، انا بنزل بالشارع بس ده استعدادا للماسكات وكده بقى. تمام؟ ولو ما تضغطش سبسكرايب على الزر الاحمر تحت، اضغط سبسكرايب ولايك الفيديو ده كمان. يلا بينا. ودلوقتي يا بنات هنبدا بالماسك الاسبوعي. هنحط معلقه نشا، وبعد كده هنجيب نص ليمونه وهنعصرها للاخر يعني علشان نظبط الخليط بتاعنا يكون بالشكل ده سائل علشان نبدأ نوزعه على البشرة. ودلوقتي هبدأ امسح الميك اب. انا كنت حاطه حاجة بسيطة كده من التين، هبدأ امسح علشان اقدر احط معاكم الماسك. ودلوقتي هنجيب الماسك اللي احنا عملناه وهنبدأ نفرده على وشي كله، وبالذات الاماكن اللي بيكون فيها المسامات بتكون واسعة. ودلوقتي بعد ما وزعناه، واهم حاجة الاماكن اللي بيكون فيها المسامات الواسعة هنسيبوه لحد ما الماسك ينشف تماما على بشرتنا، وبعد كده هو هنغسله. تمام كده؟ عايزينه يجف تماما على البشرة، ونحس ان هو جاف تقريبا هياخد تلت ساعة لنص ساعة اقصى حاجة يعني. بنات انا هو سبت الماسك ينشف تقريبا، سبته حوالي تلت ساعة، هروح اشطفه وارجع لكم تاني عشان نكمل باقي الخطوات. بنات انا هو كده خلاص غسلت وشي. بعد كده الخطوة التانية هنجيب طماطم نكون عصرينها. تمام كده؟ وهنجيب القطن دوت، مش عايزين اي قطن خالص من التربي ولا اي مناجيل، عايزين القطن دوت متوفر في كل مكان وعند بتوع الميك اب. هنبدا نغمس القطن بالشكل دوت وهنمسح على بشرتنا. وبعد ما وزعنا الطماطم على البشره هنسيبها 10 دقايق، وبعد كده هوت هنشطف البشره. بنات وكده بعد ما عدى ال10 دقايق هروح اغسل وشي ونرجع علشان نكمل. ودلوقتي هنعمل التونر ده مع بعض. ده من اسهل التونر وافضل نتيجة. التونر ده كل اللي احنا هنجيبوه، هنجيب باكيت من الشاي الاخضر وهنصب عليها مية تكون سخنة زي ما نكون بنعمل شاي بالظبط. بعد كده هنسيبه لحد ما يبرد خالص خالص، وبعد كده هنجيب ازازة يفضل ان هي تكون بخاخ. دلوقتي هعمل الازازه بتاعتي كلها علشان اقدر ان انا استخدمها، والبخاخ بيسهل عليا الاستخدام. قدرناه ده هنستخدمه بعد كل مره بنغسل وشنا فيها، ده يومي هنحطه في الثلاجه دايما، هيقعد معانا تقريبا اسبوعين وبعد كده بنحضر غيره. يعني بيتحفظ في الثلاجه يا جماعه، وبتستخدموه هو سائل على البشره بعد كل غسول. تمام بالشكل ده. وبعد ما بنرشه على كل البشرة ممكن نبقى نستخدم فوطة من بره لجوه لو في اي زيادات. تمام كده؟ من ضمن الحاجات الحلوة قوي وبجد بتفرق هي التلج. بنمشي التلج بنمسكوه باي منجيل وبنمرروه على بشرتنا كلها، نبدأ نمرره على البشرة. هنتكلم بقى عن ايه الاسباب اللي بتخلي اصلا المسام توسع معانا. الاسباب هي زيادة افرازات الدهون اللي احنا اصلا منعرفش نتعامل معاها صح، ونستخدم غسول يكون بيتحكم في افرازات الدهون بتاعة البشرة. كمان ساعات بيكون في اتربة بنروق بقى البيت او راجعين من بره او كده، وبنستخدم غسول يكون ضعيف ما بينظفش البشرة بشكل كافي وبشكل كويس جدا. كمان في بنات ما بتستخدمش تونر خالص خالص، وده اساسي اساسي للناس اللي عندها مسام واسعة. كمان بقايا الميك اب ساعات بيتهيأ لكم اللي انتوا شلتوها بس ما بتكونش اتشالت بشكل كويس، لازم تتأكدوا ان اتشالت تماما تماما يعني، وخلصتوا منها والبشرة نجيفة قوي قوي.
البنات اللي بتغسل وشها بميه دافيه، انت كده بتفتحي المسام، قفلتيه بقى ممكن تسيبيه على كده وانتهى يعني. ايه تاني؟ الناس اللي بتقول لك لا انا مش هستخدم مرطب علشان خاطر انا في افرازات دهنيه، افرازات دهنيه يبقى لازم تستخدمي لها غسول صح وتستخدمي لها تونر صح، لكن لازم تحطي مرطب بس يكون مناسب لنوع بشرتك، مش مرطب يزود الدهون. يعني لازم تتعاملي اهم حاجه مع بشرتك، لو اتعاملتي مع نوع بشرتك صح مش قادره اقول حاجات للبشره الدهنيه بس، مش قادره اقول حاجات للبشره الجافه بس، لان الاتنين بيبقى ساعات عندهم مسام واسعه، فلازم تاخدوا بالكم من النقط اللي انا قلتها ديت. وان شاء الله تتبعوا الروتين ده وخلوه ضمن الحاجات الاساسيه وتعاملوا مع بشرتكم صح، بجد المسام هيفرق جدا جدا معاكم وشكله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.